كابتن فاروق جعفر، رايك في اداء نادي الزمالك في الشوط الاول؟ الزمالك بيلعب وحيدا في الملعب. وحيدا في الملعب. مفيش مقص. مفيش منافس للزمالك، الزمالك ممكن الشوط الاول يخلصه على الاقل 3-4. لعيبه الزمالك النهارده كلهم في حاله بدنيه فنيه خططيا معنويا كل حاجه في صالح نادي الزمالك. يمكن التحضير للمباراه اعلاميا كان اكبر من حجم من فريق المقصة. ان انا لسه بدري على المقصة، مش متحضر بشكل كويس، هياخد فتره. الزمالك حاضر بشكل جيد جدا، اللعيبه بتأدي بشكل بدني بشكل كويس جدا، خططي بشكل كويس جدا. النهارده التوتر والتحضير للمباراه اثر على اداء المقصة بشكل كبير جدا، وده خلى الزمالك النهارده هو يمتلك الملعب من اوله لاخره. يعني الزمالك ممتلك الملعب في كل خطوه في الملعب، الزمالك هو الممتلك في الاداء الجماعي، الاداء الفردي، كل حاجه. الزمالك النهارده كان ممكن يعزز الاهداف. كان انا بتكلم النهارده على الزمالك، يعني ما عندوش مشكله او ما فيش مشاكل ليه في المباراه، كل حاجه سهله. الاخطاء بتاعت فريق المقصه في نص الملعب والميس باص بتاع المقصه في نص الملعب سامح لنادي الزمالك ان هو يسيطر على المباراه، يتحكم في ايقاع المباراه، يبقى في انتشار الانتقال من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بشكل كويس جدا. النهارده اول مره نشوف الزمالك ال10 لعيبه تحت الكوره، ما كناش بنشوف الزمالك كده. النهارده الزمالك كل اللعيبه نجوم الشوط الاول على حساب فريق المقصة، ان فريق المقصة سمح لفريق الزمالك ان هو يبان بالشكل ده، بالتنظيم ده، بالاداء الفني ده. جميل.